السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب. نرحب أيضا مستمعينا الكرام عبر تردد 97 فم. حياك الله سلطان. الحمد لله على السلامة. الله يحييك. الله يسلمك يا أبو حمد. أعزائي المشاهدين حياكم في هذه الحلقة. نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. ومن أبرز المواضيع التي تضمنها حلقة الليلة بدء العد التنازلي ل 500 يوم على انطلاق صافرة البداية لمونديال قطر 2022، المركز الشبابي للهوايات يطلق معرضا افتراضيا للعملات التذكارية القطرية. هذه أبرز العناوين أخوي أحمد، وننتقل لك مرة ثانية. الله يعطيك العافية سلطان. نعم مشاهدينا الكرام، تطبيقا لأفضل المعايير العالمية في مجال الاستدامة، انتهجت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جملة موسعة من معايير الاستدامة العالمية استعدادا لبطولة كأس العالم التي ستغير أسلوب التفكير والتخطيط للبطولات الرياضية الكبرى على مستوى العالم. بمناسبة انطلاق العد التنازلي لل 500 يوم الأخيرة على موعد صافرة بدء بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن أن معايير الاستدامة العالمية التي تطبقها استعداداً للبطولة ستغير أسلوب التفكير والتخطيط للبطولات الرياضية الكبرى وطريقة تنظيمها في المستقبل. وفي أول تعاون من الفيفا مع الدولة المستضيفة لكأس العالم، وضعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث استراتيجية مفصلة للاستدامة أثناء تنفيذ استعداد البطولة وتشغيلها، مع حصولها على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جيساس من فئة 4 نجوم في الحد الأدنى في 3 فئات هي تصميم والبناء وإدارة المنشآت. هذا بالإضافة إلى مبادرة ترشيد الطاقة، فجميع الاستادات تستهلك طاقة أقل بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالمباني التقليدية بفضل العزل الحراري السميك واستخدام تقنية LED في الإضاءة والأنظمة المتطورة للتحكم في المباني وغيرها. وتخطط اللجنة العليا للمشاريع والإرث للاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل جميع استادات البطولة من خلال محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات، وستوفر هذه المحطة طاقة نظيفة خلال البطولة وبعد انتهائها. كما يجري إعادة تدوير 80% من النفايات والمواد الناتجة عن عمليات البناء، مع ضمان التخلص الآمن والمناسب من باقي النفايات لضمان عدم تأثيرها في البيئة المحيطة. نعم أعزائي المشاهدين، ومع بدء العد التنازلي ل 500 يوم على انطلاقة صافرة البداية، قطر تواصل استعداداتها لاستضافة النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي، مع استكمال 95% من المشاريع ومن البنية التحتية. نعم يا سلطان مشاهدين الكرام، الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الإعلامي الرياضي محمد السعدي. في البداية حياك الله ومرحبا بكم وسهلا يا الزميل. حياكم الله، واتشرف طبعا بالتواجد معكم عبر قناة الريان، إن شاء الله أكون ضيف خفيف على المتابعين. يا مرحبا بكم وسهلا. بالبداية محمد، بنتكلم عن جاهزية قطر قبل 500 يوم من انطلاقة كأس العالم. مثل ما ذكرت الآن قبل قليل، يعني الحمد لله 95% من مشاريع البنية التحتية أصبحت جاهزة لاستضافة كأس العالم. على مستوى شبكة النقل تقريبا احنا قاعدين نختصر المسافات بشكل كبير، عندنا المترو ايضا في جهوزيته منذ فتره طويله. حتى على مستوى الملاعب عندنا 5 ملاعب جاهزه، وفي 3 ملاعب ان شاء الله راح تنتهي قبل نهايه العام الجاري. فانا اشوف ان عجله العمل على الاستعداد لكاس العالم 2022 على اعلى مستوى، يمكن حتى في بطولات كاس عالم اخرى
كانت صافرة البداية انطلقت وفي بعض الملاعب لسه رتوش فيها لسه ما اكتملت يعني. لكن احنا في قطر الحمد لله يعني اظن احنا راح نكون جاهزين قبل فترة طويلة ان شاء الله. نعم يعني نقدر نقول من هذه المدة المتبقية سيتم الانتهاء من جميع الملاعب والبنية التحتية. نعم الحمد لله يعني احنا الفترة الماضية يعني في 2017 دشنا استاذ خليفة الدولي مع نهايك سمو امير البلاد المفدى. في 2018 كان ملعب الجنوب. في 2020 انتهى عندنا تم افتتاح استاذ المدينة التعليمية رغم جائحة كورونا، واستاذ احمد بن علي بن ريان باستضافة ايضا نهايك سمو امير البلاد المفدى. نعم. عندنا ملعب البيت جاهز وملعب الثمامة شبه جاهز، وعندنا ملعبين في الطريق ان شاء الله راح يكونوا جاهزين قبل نهاية العام الجاري. فانا اشوف ان احنا ان شاء الله مع انطلاقة كأس العالم بنكون انتهينا قبل فترة طويلة من هالامور، وبتكون بعضها قد استضافت بعض البطولات مثل ما النسخة الاولى تحت رعاية الفيفا من كأس العرب في نهاية العام الحالي راح تستضيفها في 6 ملاعب. نعم منذ عام 2010 وقطر تبذل مجهود قوي وجبار وكبير جدا وشاق ومتعب على هذه البطولة. إيش قيمة كأس العالم؟ وليش بالرغم من بطولات العالم الموجودة كلها هذه البطولة بالذات عليها التركيز الكبير؟ كأس العالم لكرة القدم من أكبر بطولات العالم إذا ما تكون أكبرها. كل لاعب وكل مدرب وكل إعلامي وكل رياضي في حلم من أحلامه داخليا أن يكون موجود في كأس العالم بطريقة أو بأخرى، أن يشارك فيها أن يفوز فيها. أنا أحتفظ بمقولة شهيرة لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه قال فيها أن لما رحنا نلعب في كأس العالم في السويد 1958 كنا نتوقع أن الناس كلها تعرف البرازيل، بس لما وصلنا لهناك ما حد كان يعرف البرازيل. فوزنا بكأس العالم تلك خلى الناس كلها تعرف البرازيل. صحيح. وخلينا قيمة كبيرة للبلد بالنسبة بسبب كأس العالم، بسبب فوزنا بكؤوس العالم. فأنت تخيل الآن أول مونديال خليجي عربي إسلامي في الشرق الأوسط يستضاف، أكيد إحنا نحب طبعاً نحط نسختنا الخاصة فينا في تاريخ كؤوس العالم. اليوم تحديداً 13 يوليو عام 1930 كان انطلاقة أول بطولة كأس عالم. لوسيان لوران نجم الكرة الفرنسية. نعم. سجل أول هدف في مثل هذا اليوم في تاريخ كأس عالم. شوف 91 سنة ما زلنا نتكلم عن أول كأس عالم، فكيف لما أنت تكتب نسختك الخاصة فيك والخاصة بالمنطقة العربية شلون راح يكون هذا الأمر مع الأجيال القادمة؟ نعم خاصة قاعد نشوف احنا التركيز أيضا في الملاعب. منكم مشاهدين الكرام من شوية كنا قاعد نعرض لكم لقطات من الملاعب اللي بإذن الله تعالى راح تقوم فيها مباريات كأس العالم، حتى التركيز في طابع الهوية القطرية لتعريف جميع رواد. قد يأتي البعض لمتابعة المباراة، ولكن جميل أن تمتاز الملاعب بهذه البصمة، البصمة القطرية، بصمة الطابع التقليدي في قطر، وخاصة مع هذا الحدث الكبير وهذه الضخامة في الملاعب وحجمها، ولكن بطابع القطري الأصيل. وأيضا الطابع حتى طابع الإرث يعني بالنسبة للإرث اللي راح تتركه هذه الملاعب بالنسبة للمتابعين كأس العالم. نعم أخوي محمد، أول مرة في الشرق الأوسط دولة مسلمة تنظم كأس العالم، حدث كبير عالمي. هناك الكثير من السياح يقولون يعني سلطان هاي بالنسبة لنا حلم، احنا كل 4 سنين ما نسافر لسفرة واحدة فقط لحضور كأس العالم، لأن يعتبر أنه حلم أنه يشوف البطل اللي هو شجعه، يشوف الشخص الملهم من لاعبين الكرة. والأنظار تتجه إلى قطر في هذه الأيام بسبب كأس العالم، يعني قرب كأس العالم وقرب انتهاء المشاريع. غير هذا الأغلب يقول يعني بنحضر مباراتين في يوم واحد. طبعا تجربة المباراتين في يوم واحد أنا جربتها في مونديال الأندية الأخير. أنا طبعا من سكان منطقة الغرافة. نعم. بالسيارة الملعب الأستاذ أحمد بن علي في الريان. نعم. تحضر المباراة الأولى، تركب المترو تروح ملعب المدينة التعليمية. نعم. تحضر المباراة الثانية، ترجع بالمترو تاخذ سيارتك تروح. نعم. فأنا جربت النقطة. نعم. يعني إيش رأيك في هالميزة؟ أنت تتكلم عن كؤوس العالم اللي حضروا في البرازيل عشان تنتقل من جنوب البرازيل في مباراة تلعب في جنوب البرازيل أجواء باردة. تروح شمال البرازيل أجواء حارة. تخيل الأجواء، فرق الأجواء. نعم. تخيل ساعات السفر اللي كانت مثلا في روسيا توصل بعد يعني بعض منها ل8 ساعات بين منطقة ومنطقة. أنت أبعد نقطتين اليوم استاذ البيت واستاذ الجنوب بينهم 75 كيلومتر، فتخيل أنت الفارق بينهم وقدرتك على حضور أكثر من مباراة وقدرتك على حضور الأجواء في مكان واحد. هذا أنا أشوفه بالعكس ميزة كبيرة، لم يسبق لأي بطولة في كأس العالم أنها نظمت يمكن بهالطريقة أو بهذا الشكل، يعني اللي بالنسبة للجمهور يكون متقارب ويحضر أكثر من مباراة في يوم واحد. يعني محمد بس هو نذكر يعني 75 تقريبا كم دقيقة بالمترو الواصل بين الاستادين تقريبا كم دقيقة؟ يمكن بين نص ساعة وساعة تقريبا، إذا ما هو أقل، حتى
اقل انا اتوقع اقل يعني في السياره نتكلم عن السياره نص ساعه ساعه لكن نعم تقريبا نص ساعه يعني تاخذ لك ساعه 45 دقيقه اتوقع يمكن نص ساعه يختصر وايد بالعكس يختصر العديد من المسافات يعني ايضا البنيه التحتيه والشوارع الجديده صحيح نعم الخطوط الجديدة أصبحت من, من 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 الخط الجديد أو الساحلي يكون بين استاد البيت واستاد الجنوب أو استاد نادي الريان الجديد أحمد بن علي. تجربة المترو بحد ذاتها أصلا هي تختصر كثير من الأمور شيء مختصر جدا وشيء جميل يعني نعم. منها تقدر تروح تشوف وأيضا إحداث المولات بالضبط. أمانة موش بس كذا يعني إحنا إذا نتكلم عن المترو أو نتكلم حتى عن الطرق البعض يقول لك أنا مثلا ما أبي المترو أو قد يكون في ضغط كبير على المترو خاصة نعم. في مثل هذه البطولة الطرق الجديدة اللي فتحت محور صباح نعم. الأحمد وغيره صراحة شيء جبار أمانة يعني فعلا الآن أصبح ما في أي صعوبة تنتقل من الدوحة للشمال للجنوب يعني أكثر, أكثر أكثر طريق من الشمال للجنوب بالضبط من نقطة لنقطة ممكن تأخذ لك ساعة قبل يمكن لما كنا نروح نعلق مباريات في 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 الوكرة كانت شوي بالنسبة لنا معضلة بعيد لكن الآن بالنسبة لنا يعني عادي نطلع نعم. بوقت ونوصل بسرعة يعني نعم. ما صار صحيح. عندنا إشكال صحيح. صحيح. نعم. فتخيل بالنسبة للإعلاميين بالنسبة للجمهور أنا أتوقع أن بطولة كأس عالم ما راح تنسى بالنسبة لهم نعم يمكن إحنا لو نتكلم عن ردود الفعل الدولية أنتم يمكن أقرب نعم. خاصة في مجالكم شلون تشوفون ردود الدول العالميه خاصه عن هذه البطوله احنا طبعا نركز في ردود الفعل الدوليه ان احنا دائما نستقيها من مصادر اعلاميه موثوق فيها ولها قيمتها على المستوى الدولي صحفيه ومعترف فيها نعم. فدائما نسمع ردود افعال دائما ممتازه دائما رائعه وفيها تفاعل كبير وفيها شغف كبير بالحضور للدوحه ومتابعه هذه الملاعب اللي يعني بشكلها الجديد المختلف عن اللي شافوه في اي اماكن اخرى فدائما في انبهار دائما مع افتتاح كل ملعب تكون في عملية انبهار وأصداء واسعة وشغف كبير وانتظار يعني لكل الفرق وكل المنتخبات كلهم عندهم حلم كبير أنهم يتواجدون في أول كأس عالم في منطقة الشرق الأوسط وبالتأكيد يعني حلم بالنسبة لهم التنافس على مثل هذه الملاعب المونديالية بهذا الشكل المختلف فالأصداء دائما تكون جدا ممتازة وجدا رائعة مع افتتاح كل ملعب يكون فيه حديث ويمكن هذا الحديث عشان يعني نأكد على هالشيء اليوم يعني مؤسسة اللجنة العليا لمشاريع الأرث مع كيو فيجن حصلوا على 7 جوائز تختص بمشاريع كأس العالم منها افتتاح ملعب الجنوب وافتتاح استاذ احمد بن علي فتخيل افتتاح ملعبين لسه ما بدنا كأس العالم افتتاح ملعبين حقق جوائز ما بالك البطولة نفسها يعني نعم الحين لو نتكلم عن الأرقام أو لا نتكلم عفوا عن الجماهير هناك الكثير من الجماهير تدري انت في عندهم الشغف ولا مليون ونص حب العادة يعني في كأس العالم حب كرة المستديرة يطغي كل العالم هناك 300 مليون لاعب يلعب هذه الكرة هناك جماهير هناك من يجي يشجع أخوه ولد عمه صاحب الحي أتوقع يعني أو نتكلم عن أماكن الإقامة للزوار في ظل إنشاء الكثير من المباني في الدولة طبعا احنا عندنا طبعا شبكة فندقية كبيرة من النجمتين إلى 5 نجوم موجودة نعم. في دولة قطر بشكل كبير أيضا هناك العديد من الشقق السكنية من القرى السياحية والقرى السكنية اللي راح تكون بالنسبة للمشجعين راح يكون هناك العديد من الفنادق العائمة راح تجي للدوحة راح تستقطب هؤلاء الجماهير أيضا لجنة العليا لمشاريع الأرث أعلنت عن فكرة مبتكرة راح تكون موجودة اللي هي عبارة عن الخيام الصحراوية نعم. بطريقة تعرف احنا موسم الشتاء والناس تروح سهلين والعنان فالموضوع نعم. هذا راح يكون أيضا من ضمن الأفكار المبتكرة راح تطلع مع كأس العالم كتجربة مختلفة الجماهير ما راح تشوفها في أي مكان آخر راح تكون سياحية تقريبا إيه وخاصة الأجانب اللي جايينك يحبون هالسوالف يحبون البر يحبون هالأماكن يعني نعم أضف إلى ذلك دولة قطر فيها عدة يعني اشتراكات فيها عدة تعاونات مع عدة منظمات موجودة في الخارج عندنا على سبيل المثال عندك بيوت الشباب أغلبية صحيح. الأجانب مشتركين في شيء يسمى بيوت الشباب صحيح. مشاهد الكرام بيوت الشباب هي عبارة عن سعر رمزي جدا غرف مشتركة تكون أغلبية الأجانب يحبون الرحلات هذه اللي ما تكون مكلفة جدا فهذه أيضا موجودة عندنا في الدوحة ومن زمان يعني صار لها يمكن فوق 10-15 سنة موجودة عندنا في قطر نعم. تقريبا في مدينة خليفة وفي أكثر من مكان مثل المجمعات السكنية خاصة في اللي عندهم اشتراكية في ما يطلق عليه بيوت الشباب يوفروا لهم مثلا سكن يكون مشترك خاصة الجروبات يكون بسعر رمزي جدا 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 بالإضافة للخدمات الخيارات موجودة, موجودة كثير يعني غير الفنادق غير مثل ما ذكرت الفكرة الجميلة هذه توقع هذه بيصير عليها ضغط أكثر من الفنادق لما الواحد يسوي بحث أو يسأل الأوروبيين يقول لك أبي أروح سيلين يقول أنا ما أصدق أن أنا في طعس وتحتي بحر
صحيح. هذه هي كلمتها يعني ان انا فطيت رمل ايوه رمل وتحتي بحر، يعني هاي واقع من الخيال، يقول الى ان زرت قطر وشفت هذا بعيني، وخصوصا الرحلات السياحيه بيشوف الكثير والكثير، يعني الشباب هناك تدري مع موسم اللي عندنا بيشوف الكثير من الدراجات وبيشوف الكثير من صراحه احنا نفسنا هنا ننطر موسم العمل من من نعم احنا بس هل قطر احنا ننتظره ما بالك اللي برا ما بالك اللي برا نعم. اخوي محمد يعني 5% عليها علامات استفهام كثيره ينتظرونها الكثير، لو نتكلم في تفاصيل ال 5% متى بتكون جاهزه؟ الحين 95% جاهزه، باقي 5% خلنا نتكلم يعني غير انها متى بتجهز، لو نتكلم في تفاصيل هذه ال 5% يتكلمون هم طبعا عن الملاعب بالنسبه لهم يعني في نهايه العام الجاري، فانا اظن ان الملاعب ما عليها اشكال لان عجله الملاعب سائره منذ فتره طويله، حتى في وقت فايروس كورونا نجحت يعني الدوله في استكمال اغلب المشاريع، فالمشاريع على قدم وساق اساسا يعني قاعده تسير، مشاريع البنى التحتيه تقريبا شبه خالصه، وانا متاكد انه طبعا ما زال في وقت كبير على المونديال، متاكد انه مع وقت المونديال كل هذه الامور راح تكون موجوده، مثل ما ذكرنا شبكه مترو موجوده وجاهزه وقاعد تشتغل لها من كم سنه، واحنا بدينا نتعود عليه بشكل كبير ابتداء من ملعب الجنوب وما بعد ذلك، فانا متاكد ان الفتره القادمه راح تكون يعني زي ما تقول مليئه بالمفاجات والافتتاحات المستمره للمشاريع المونديالية يعني. نعم اللهم لك الحمد، ان شاء الله مع قرب المونديال بتكون كل هذه المواضيع اصبحت يعني نعم احنا كلنا ثقه، وقاعد مثل ما ذكرت ان في بعض الكؤوس العالم اللي صارت في وقت المباريات بعض الملاعب قاعد يشتغلون فيها نبدا، لكن اللهم لك الحمد احنا باقي لنا 5% وعندنا 500 يوم لين البطوله، فاتوقع ان بتكون جاهزه ومجربه ومعمول فيها اختبارات لين ما يجون ان شاء الله، ما راح يكون في هناك ولا اي اخطاء ولا اي. قبل فتره تصفيات كاس العرب استاذ خليفه، وكان الجمهور كان مستمتع رغم حراره الاجواء، لكن في داخل الملعب كان بارد 22-26 كانت اجواء جدا جميله بالنسبه للاعبين. نعم مساحات وغيره اللهم لك الحمد ما حد واجه مشكله، لكن لو نتكلم شوي عن بكره باذن الله تعالى راح يكون هناك كاس الذهبيه، يعني بنشوف فرص منتخبنا هناك شلون بتكون. والله أنا متشوق بشكل كبير لمتابعة هذا الحدث، لأن أولا منتخبنا هو الرقم 28 في تاريخ بطولات الكأس الذهبية، فريق 28 في المشاركة، أول منتخب خليجي وعربي يشارك في هذا البطولة، بعد ما كنا أيضا أول منتخب خليجي وعربي يشارك في كوبا أمريكا، بعد ما كنا أول منتخب خليجي وعربي يشارك في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا، فهذه إنجازات تضيف للكرة القطرية، تجعل العالم يعني تابع الكرة من منظور الكرة القطرية، يعني تخيل احنا ما فزنا على السلفادور في المباراة الودية الأخيرة 1-0 بعشرة لاعبين، كمية الأحاديث اللي كانت في أمريكا الشمالية عن المنتخب اللي هزم السلفادور بعشر لاعبين بوصف أنه بطل آسيا، فعندي تشوق كبير لضربة البداية اللي راح تكون على ملعب بي بي في اي في مدينة هيوستن، هي أنا أشوفها حدث تاريخي، التركيز الأكبر بالنسبة لمنتخبنا على أعداد أنه يكون جاهز ل كأس العالم، منتخب البنمي أقل منا تصنيفا لكن أيضا منتخبات الجيدة، واجه ظروف عصيبة في الفترة الماضية، عندك كان 2 لاعبين استبعدوا بسبب فيروس كورونا، بعدين 2 لاعبين استبعدوا بسبب الإصابة، لكن عندنا ثقة كبيرة بلاعبينا في مثل هذه المباراة دائما يقدمون عرض حلو، أنا كنت في الماراكانا حضرت أول مباراة لمنتخبنا في كوبا أمريكا ضد الباراغواي، ما حد توقع أن احنا نخرج بنقطة أمام منتخب بقيمة منتخب باراغواي، لكن في تلك المباراة قدم منتخبنا نفسه قدام العالم، فأنا أشوف أن عندنا حظوظ كبيرة من خلال هذه البطولة، تبدأ بمباراة بنما، أنا أشوف أن إذا قدرنا نتجاوز هالمباراة ممكن نروح إن شاء الله بعيد في هالبطولة. محمد بشكل مختصر يعني نقدر نقول عام الجو بيخدمنا، لأن هيوستن طغوسها نفس جو حلو طغوسها أيوة نفس تقريبا نفس الخليج، فنقدر نقول أن هاي ممكن يخدم منتخبنا؟ أيضا يخدم منتخبنا أيضا جودة لاعبينا في الفترة الماضية وأدائهم المميز صحيح. أيضا يعني فرق التصنيف بالنسبة لهم بالنسبة للمنتخب البنمي هي بطولة جديدة بالنسبة لنا، محاولة استكشاف فرق ممكن تكون معنا في كأس العالم، فبالنسبة لنا تحدي جديد، وتواجد منتخبنا في مثل هذا المحافل يضيف له، حتى أصبح بالنسبة للجمهور العربي بشكل عام يحب يتابع منتخبنا لأنه صار هو الممثل الوحيد الكرة العربية في مثل هالبطولات، فأنا متأكد أن الساعة الثانية فجرا يعني تشهد زخم كبير ومتابعة كبيرة للعنابي، والله يوفقهم إن شاء الله. احنا كنا ثقة بالشباب بإذن الله تعالى، هم دائما ترى المباريات الصعبة يبدعون فيها، فبإذن الله تعالى خاصة الأداء الأخير احنا قلوبنا معهم إن شاء الله، وهم إن شاء الله ما هم خايبين ظننا بإذن الله تعالى. أخوي الإعلامي الرياضي محمد السعدي شكرا لك وتواجدك معنا، سعدنا جدا بالحديث معك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك، استمتعنا بالحديث معك. أعزائي المشاهدين فاصل ونتابع فقرات برنامجنا.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وننتقل وياكم الآن إلى فقرات أخبار محلية سريعة. ذكرت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 636 مليون ريال قطري مقارنة مع 550 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2020 بزيادة قدرها 15.6%. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل لطلاب المرتحلين الثانوية والجامعية من الذكور الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، على أن يبدأ التدريب من 1 إلى 26 أغسطس المقبل. وفي خبر آخر، أوضحت السفارة القطرية في مدريد في تغريدة على تويتر أن أسبانيا قامت بإدراج قطر في القائمة الخضراء كمنطقة آمنة، وبالتالي سوف تعفي المسافرين القادمين من قطر من أي قيود سفر، وليس من الضرورة تقديم شهادة تطعيم أو شهادة PCR أو شهادة تعافي من كورونا. كانت هذه أخبارنا المحلية السريعة، وأعود إليك يا سلطان. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي أحمد. وفي موضوع آخر أعزائي المشاهدين، أعلنت وزارة الصحة العامة عبر تغريدة على تويتر أن التسجيل المسبق في منصة احتراز للقادمين إلى دولة قطر أصبح اختيارياً للمواطنين والمقيمين، بينما يعتبر التسجيل والحصول على الموافقة المسبقة إجبارياً للزوار. كما أعلنت وزارة الصحة أن تطبيق احتراز هو إلزامي على الهواتف لكل من يدخل الأراضي القطرية. نتابع التغريد. أعلنت وزارة الصحة العامة عن البدء بتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، ومنها سياسة تطبيق احتراز على الهواتف. ويتعين على القادمين لدولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق احتراز على هواتفهم الشخصية عند الوصول إلى منافذ الدولة، ولتحقيق ذلك يجب على المسافر التأكد من توافر الشروط التالية: توفر رقم جوال قطري من إحدى الشركات المحلية أريدو أو فودافون، توفر خاصية الاتصال بالإنترنت، توفر هاتف ذكي يدعم إصدار أندرويد 6 فما أعلى أو 13.5 iOS وما أعلى، تحميل التطبيق من متجر أبل ستور أو جوجل بلاي أو البحث في محركات البحث على الإنترنت، علماً بأنه قد تم توفير أرقام جوال وهواتف ذكية للبيع في كل من مطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة في حال لم يتوافر للمسافر أي من هذه المتطلبات. استثناء الدبلوماسيين المعتمدون لدى الدولة وأصحاب البطاقة الإدارية التي تصدرها وزارة الخارجية وضيوف الدولة من كبار المسؤولين من تطبيق هذه السياسة. ستظل الحالة الصحية على تطبيق احتراز باللون الأصفر طوال مدة الحجر الصحي إلى أن يتم إعادة الفحص قبل انتهاء مدة الحجر الصحي والحصول على نتيجة اختبار سلبية واستكمال مدة الحجر الصحي. للأشخاص الذين استكملوا جرعات التطعيم المحددة وفقاً لنوع اللقاح في دولة قطر، ستظل الحالة الصحية على تطبيق احتراز باللون الأخضر وبإطار ذهبي للإشارة إلى إعفائهم من الحجر الصحي إذا كانت نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية واستكملوا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية. للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا تطعيمهم خارج دولة قطر، ستظل الحالة الصحية على تطبيق احتراز باللون الأخضر ولكن من دون الإطار الذهبي حتى يتم تحديث بيانات التطعيم الخاصة بهم في النظام. وفي موضوع آخر مشاهدينا الكرام، أطلق المركز الشبابي للهوايات التابع لوزارة الشباب والرياضة معرضه الافتراضي عن العملات التذكارية القطرية، ويستمر حتى 10 أغسطس، ويحتوي المعرض على 40 لوحة من العملات التذكارية القطرية توثق الأحداث والمناسبات والشخصيات المهمة. نعم أخوي أحمد، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا السيد حسين رجب الإسماعيل مدير الطوابع والعملات في المركز الشبابي للهوايات. يا هلا ومرحبا فيك أخوي. أهلا وسهلا بكم. يا هلا بكم.
لو نتكلم عن نشاطكم الأخير في المركز مثل معرض العملة الرقمية عفوا الافتراضية ومزادكم الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. طبعا بسبب كوفيد 19 الصراحة نشاطنا ما وقف، جاءت الفكرة ناس بدأوا مع استخدام التكنولوجيا والأشياء هذولا، بدأت فكرة عندنا نسوي معرض افتراضي لنا. نعم. معرض افتراضي وتقريبا نسوي شكل معرض بدأ الواحد يجي النادي على الأقل هو بيقدر يشوفه في شو اسمه في كمبيوتره ولا في اللابتوب ماله هو في البيت موجود. المعرض هاي سوينا الصراحة تقريبا حطينا في 44 عملة اللي أصدرتها وزارة الثقافة، واللي قبل كانت تسمى المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. تقريبا 40 عملة طلعناها، من أهمها صراحة كانت في عملة، أول عملة حق سمو الأمير الوالد طلعناها إحنا بالذهب والفضة، وطلعنا الله يسلمك تقريبا 6 عملات تكلم عن البغبغاوات وتكلم عن الغزلان، هذه الأشياء القابلة للانقراض. دولة قطر ما قصرت عندنا في لوبارة، عندنا تقريبا محمية هذه الطيور والغزلان يعني أنواع بتنقرض، وقطروا قطر الحمد لله أن يخلوه يتوالفون في هذا وتزاوجون فيها. من أجل هذه طلعنا هالعملات إحنا، وكانت تكون إهداءات خاصة حق ما تباع، ما مع الهواء ما يحصلون عليها، بس أكثر إهداءات خاصة حق زوار الدولة. بالإضافة إلى ذلك طلعنا عملة عن رائدة التعليم النسائي المرحومة آمنة المحمود، طلعنا عملة بالفضة والذهب وكمية صغيرة نفس الشيء. طلعنا عملة حق الفنان الله يرحمه يوسف الشريف، لوحة التحدي من أفضل لوحات اللي طلع فيها هو. بالإضافة إلى عملة سميناها والهان مسير حق فنان الله يرحمه فرج عبد الكريم، هذا تقريبا طلعناها في أربع ذهب وفضة وبلاتينيوم ومذهبة. وبالإضافة إلى طلعنا حق دوحة عاصمة الثقافة، طلعنا تقريبا 5 عملات تتكلم عن المسرح في قطر، تتكلم عن الخط العربي، وتتكلم عن الآلات الموسيقية ويمثلها فيها العود. نعم. هذا تقريبا معظم العملات اللي طلعناها في المعرض الافتراضي لنا. نعم، احنا قاعد نشوف الآن مشاهدين الكرام على الهواء معاكم بعض من العملات التذكارية المعدنية الإلكترونية. لو نتكلم شوي عن المزاد اللي صار آخر شيء، أو المزادات اللي تقوم بها بشكل عام خاصة في هذه الجائحة، ما شاء الله نشاطكم ما وقف نهائيا وما كانت هذه الجائحة رادع أو سبب في تقليل النشاطات عندكم، إنما بالعكس استغليتوها خير استغلال. لو نتكلم شوي، هذه العملات بعضها يكون حساس نوعا ما، وقد يكون له معاملة خاصة وخاصة إذا كانت قديمة أو غيره، فطريقة التعقيم أو طريقة احترازكم، أكيد أنتم ماخذين كافة الاحترازات في هذه المزادات، لكن كيف تتعقمونها؟ طبعا احنا شكل ما قلت مزادات، احنا ما وقفنا نشاطنا، عند تقريبا كل شهرين تقريبا عندنا مزاد نقوم في الطوابع والعملات. معظم طوابع العملات هذه نختارها اختيار موفق من الشباب، اللي تكون يعني بنختار شيء تضيف حق الهاوي الأشياء هذه. ممتاز. طبعا الاختيار شنو بيكون، مثلا العملة ليش بتكون العملة غير عن الثاني الهاوي بيداخذها؟ إذا كانت ورقية طبعا بيدور على رقم مميز فيها، رقم مثلا رقم كان عيد ميلاده، رقم زواجه متسلسل. نعم. أيوة، عن الأشياء هذه الناس يدورون، شكل ما يدورون أرقام السيارات مميزة، في أرقام مميزة حق الأشياء هذول. بعدين الهاوي يدور إذا في خطأ في طباعة العملة نفسها تكون مميز فيها. هذه جديدة ترى، هذا أول مرة. يعني إيه هذا مثلا الهاوي العملة تقريبا كلها نفسها، إذا بتلاحظ أنت العملة تصدر في قطر مثلا تصدر أعداد مهولة من العملة، بس الهاوي بيكون مميز عن الهاوي الثاني، يدور الأخطاء اللي فيها. هذه تزيد من قيمتها الأخطاء. أكيد يرتفع قيمتها، ارتفاع شو اسمه كبير الصراحة. نعم. يكون في اللون في خطأ، في اللون في الطباعة في خطأ، في العملة في زيادة، لما مثلا العملة مجفوسة شوية بتكون غالية أكثر من العملة الثانية. نعم. ونفس الشيء العملات المعدنية، العملات دي شكل ما قلت لازم شوية لما تتعامل معها لازم تتعامل معها شوية يعني بدقة، إنما ما تلامس أنت وجه العملة، اللي هو العملة نسميه إحنا تقريبا تشوف العملة معظمها شكل تكون شكل منظرة عليها، أنت ما تحاول تحط بصمتك عليها، تجي تقلل من قيمتها. حتى الحين في شركات عالمية هي تقيم لك العملة نفسها ويحطونها في مغلف معين، أنت ما تبطل المغلف، ويعرضونها تقييم معين، الناس يعرفون سعرها من التقييم مالها. مثلا ساعات مثلا العملة خلينا نقول مثلا
العمله القطريه مثلا مؤسسه النقد القطري اول وحده تخبرها الريال الحمر تقريبا يعني اذا احنا نقولها غير نسمي احنا طبعا التقييم عنده تقريبا 9 أنواع من التقييم نسميه احنا بس للاسف الشديد معظمها بالانجليزي احنا عندنا بس خلينا نسميه بالعربي غير ملموسه نسميه غير ملموسه مثلا لما انا اشوف شيء غير ملموسه انا اقيمها مثلا بقول مثلا ب 500 ريال ولا شيء بس اذا قيمها الشخص توصل مبالغ خيالي يعني اخر ريال باع عندنا احنا نقول احنا مقيم بدون تقييم تقريبا 400 ريال عشان مقيم وصل 69 وصل ليه 11000 انباع 11000 ريال مع انه يعني اذا تشوفها كذي بغير تقييم الواحد الثاني ما يعرف يقيمها بس طبعا التقييم لها بارامترز معينه التقييم يزيد من اكيد يزيد منها ويكتبها يعني يوثقها لك يعطي شكل شهاده عليه انه مقيمه هذه ممتاز ممتاز امانه يعني احنا دائما ما كنا على يوم قبل نشوف الريالات اللي فيها رقم متسلسل اللي فيها تاريخ ميلاد هذا نحاول نحافظ عليه لكن معلومات جديده صراحه قاعد نكسبها منك احنا سعيدين جدا صراحه بتواجدك وجميل جدا انك علمتنا على سالفه ان انا على بالي اذا فيها خطا تنقص قيمتها لكن سبحان الله لا بالعكس يرتفع سعرها وايد نعم احنا نبي نكمل في الحوار صراحه انا مستمتع جدا فنبي نكمل معك الحوار لكن بنطلع مع مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع بعدين نتعلم اكثر عن العمله رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل نتابع الحوار مع ضيفنا السيد حسن رجب الإسماعيل مدير الطوابع والعملات في المركز الشبابي للهوايات نرجع على تقييم العملة والطوابع اللي تم عرضها في المزادات خلنا نتكلم الحين في المزاد نفسه شو يتم طريقة المزايدة وشو يتم تقييم العملة نفسها أو الطابع طبعا قبل المزادة فترة راح نعلن في النادي إلا إذا أحد عنده مواد يبي يعرضها حق المزاد يجيب النادي احنا نشوف شنو المواد اللي بنحطها في المزاد نقعد نقيمها طبعا التقييم يكون مثلا خلينا نقول مثلا نقيم احنا بنك نوت ورقه عمله لازم تشوف ورقه عمله اذا قلت انا هذه تقييمها انه غير ملموسه غير ملموسه معناها ان الكورنر ماله كله ما في شفسه ما في تلفون نعم. سنتر ما في كله مربعه نعم. ستر في السنتر ما في شيء ما فيها طعجة ما فيه كتابة عليها هذه كلها تأثر في التقييم مالها التقييم شكل ما قلت احنا عندنا نقول ملموس غير ملموسة تقريبا ملموسة بعدين نقول مثلا جيدة جدا جيدة يعني التقييمات هاي تقريبا معنا بشوي عندنا بالانجليزي بعض التقييمات يعني حتى بين الجي وجيد جدا عندنا تقييم ثاني احنا فيها نعم. تقيم هذه على الأساس هذا نحط احنا المبلغ اللي بتمشي فيها وفي نفس الوقت نشوف شنو الجمهور شنو الهواة اللي يدورون العملات اللي قاصرة عليهم نضيف حق مجموعته نفس الشيء بالطوابع الطوابع مثلا عندنا ساعات احنا ندور مثلا الطابع الارت وورك اللي هي الرسومات الاوليه حق الطابع لان يعني هذه صعوبه فيها ما حد يحصل عليه الا تحصل في المطابع نفسها طبعا بالاتفاقيات اللي مع البريد مثلا والدول هذه لازم هاي تعدم بس طريقه ما تسرب هذه حق السوق والهاوي هو اللي يحاول يقتنص الأشياء هذه عشان يرفع مستوى مجموعته ممتاز طيب الآن خلنا نتكلم احنا كمجتمع قطري على سبيل المثال المجتمع القطري دائما يحب يدخل في الأشياء الجديدة دائما يحبه خاصة موضوع أنه شيء يتميز فيه مثل المسابيح السوء النادرة العملات من زمان موجودة عندنا في قطر ومن زمان لها محبين هالعملات والطوابع لكن خلنا نتكلم عن شخص جديد مثلا حاب يدخل هذه الهواية دائما ما يكون في هناك في بعض الناس اللي تستغل الناس الجدد على سبيل المثال لكن لو نتكلم خاصة عن طريق الطلب عن طريق الانترنت وغيره احنا عارفين أغلبية العملات بعضها تنباع عن طريق المزادات عن طريق الانترنت صحيح. كيف أنا أعرف أنا هاوي جديد كيف أنا أعرف أنتقي مجموعتي أو أساسي اللي أبني فيه مجموعتي يكون أصلي ما يكون على سبيل المثال مزور أو ما يكون كواليتي تعبان وأنا أكون قد أكون جديد يعني طبعا احنا عندنا النادي القطري هو الطوابع العملات ولا تحت مظله المركز الشبابي للهوايات نعم. احنا تقريبا متواجدين من 89 عندنا صراحه الشباب عندهم يعني عندهم نولج وايد في الطوابع العملات احنا قطر مثلا احنا اعضاء في الاتحاد الاسيوي احنا اعضاء في الاتحاد العالمي انا عضو في اللجنه التنفيذيه للاتحاد الاسيوي يعني عندنا مكانه صراحه مرموقه في عالم الطوابع نعم.
وعندنا في النادي ناس متخصصين يعني يعرفون يقيمون الطلاب على الشيء هذول، الهواء الجدد للشيء هذول. مثلا ساعة الهواء مثلا يقول لك أنا عندي 1000 طابع ولا 500 طابع، اي بس يقول لك العدد. لما يجي في النادي لا انا براويه، بعطيه الكتالوجات شلون تصنف الطوابع، بعطيه شلون يتعامل مع الطابع، شلون يمسك الطابع بالملقط، شلون يحط الطابع في الالبومات مالته. عندنا كتالوجات قديمه تبين لك تقريبا الاسعار العالميه. طبعا كل الكتالوجات كل سنه تغير اسعارها، بس طبعا عقب كل طابع له خصوصيه. مثلا في الكتالوج ممكن ما عنده خبره عن بعض الطوابع الا نادره بتكون، ولا فيها اخطاء العرض والطلب. هذه شوي عندنا الناس يقدر يعني في النادي يجينا نقدر احنا نوجهه صراحه التوجه الصحيح. هل في طريقه مثلا اذا مثلا عندي عمله قديمه لكنها على سبيل المثال مصفطه او مكفوسه او فيها خلل معين، هل في طريقه؟ يعني انا اذكر قبل احنا صغار كنا اذا اخذنا الفلوس نكويها صحيح علشان تكون جديده، طبعاً تحس انها تو طالع، فما اعرف هالطريقه صح. احنا كنا نستخدمها كذا يعني على طبعا الجال. الحين في التقييم شكل ما قلت لك ساعه التقييم هاي تقدر تكشفها بالتقييم، يعني الناس يحطون عليها يكونها، يحطونها تحت نشا، هاي كل الطرق تعرف الناس حتى يقدر يضيف لك يعني مع التكنولوجيا الحين يضيف لك جزء من العمله ورقه زياده يضيف لك. طبعا هاي الخبراء يقدر يقيم، يقدر يشوف الاشياء هذه ويميز بينها. وطبعا في تزوير واجد طبعا في الاشياء هذه، من شيء واحد يكون شوي حريص عليها قبل لا يشتري شيء غالي، على الاقل ياخذ راي واحد ولا اثنين قبل لا يشتري الشيء هذا. الحين لو نتكلم عن اي شخص يملك عمله قديمه او طابع قديم يقدر يشارك، ولا هناك قوانين معينه وشروط معينه لدخول المزاد؟ لا بالعكس كل واحد يقدر يشارك الصراحه، يعني احنا المواد اللي نحطها في المزاد حتى يكون واحد مو بعضو في النادي يقدر يشارك فيها. كل واحد مرحب بالجميع. مرحب بالجميع الحمد لله. نعم، يمكن الفتره اللي طافت كان عندكم ما يقارب 4 مشاركات باسبوع واحد تقريبا، لكن نبي نتكلم عنها ونبي نتكلم ايضا عن نقطه جدا مهمه، الا وهي هل فكرتم في انشاء نادي على سبيل المثال مشترك خليجي او غيره للاستفاده من الخبرات، لتوزيع الخبرات، توزيع ايضا العملات، تجديد دماء العملات في قطر وفي الخليج؟ طبعا احنا مشاركاتنا هذه كلها تكون على مشاركات مجلس التعاون الخليجي والدول العربيه. لما ندخل على الزوم يشاركون دول المجلس التعاون كلهم يشاركون معانا. قديما كان الصراحه كان عندنا معرض دوري بين دول مجلس التعاون، بس للاسف الشديد لما صار الحصار الاشياء هذه توقف النشاط الخليجي كله، توقفت النشاطات هذه. ان شاء الله يعني بنرد حق النشاطات هذه. احنا على فكره يعني الطوابع القطريه والعملات القطريه هي مرغوبه كثير في مجلس التعاون، حتى على المستوى العالمي طوابع قطر وعملات قطر هي الاغلى موجوده والافضل موجوده على المستوى. انا والله كان في خاطري هالسؤال هذا، كنت اسال مثلا انا عندي عمله مثلا على سبيل المثال انا مثلا من الكويت عندي عمله كويتيه نادره، هل لها سوق في قطر؟ يعني في الهاوي، طبعا الهاوي يجمع اكثر شيء يجمع بلاده ويجمع الدول المحيطه في اللي يحبها والاشياء هذول. معظم الهواة القطريين صراحه هو صراحه على مستوى كبير الصراحه. الحمد لله بسبب الماده الموجوده متوفره الحمد لله والاشياء هذه. شو الهاوي القطري متنوع وكميه وش اسمه وعروض يعني مقتنياته مميزه الصراحه. يعني وشاركون عندنا الحمد لله من دول مجلس التعاون كلهم الصراحه. الحين لو نتكلم عن انتشار الكثير من العملات، وانا باخذ خلينا نقول واحده من هالعملات من احد المواقع، شلون اعرف اذا اصليه او تقليد؟ طبعا في كل سايت تدخل من الاشياء هذه في قوانين معينه يعني تحاول تحمي البايع والمشتري. البايع والمشتري نعم. يعني اذا شفت انت عمله ان سعرها زياده عن اللزوم، يعني ليش زياده عن اللزوم؟ لا تسال عنها بالضبط شنو 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 سالفه العمله هذه ولا شنو سالفه الطابع هذا، بيفيدونك الناس اللي عندهم خبره في الطوابع في الكميات هذولا. بس ساعات شكل ما قلت ساعات التزوير موجود نعم، وساعات يطوف على الخبراء فيها نعم بسبب التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده الحين في السوق. صحيح نعم. طبعا احنا وصلنا لختام هذه الفقره، ولكن جدا استمتعنا صراحه معاك، نبي منك كلمه اخيره توجهها لمحبين هذه الهواية والهواة الجدد إن شاء الله. طبعا الأسبوع هذا صراحة كان أسبوع مميز عندنا. إحنا أمس أصدروا البريد أصدر طوابع ملاعب كأس العالم، صار طلع مجموعة مميزة في فولدر حلو وايد الصراحة، حطوا فيه فيرز كفر، حطوا بطاقات فيها. بكرة إن شاء الله عندنا افتتاح متحف جامعة الدول العربية للطوابع في كتارة تحت مظلة
وزارة الثقافة والرياضة. وفي نفس الوقت بنطلع مجموعة، بدي بطلع مجموعة جديدة على الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية. يعني صراحة هذا الأسبوع كان حافل جدا في الطوابع. رد على سؤالك، طبعا احنا نادينا مفتوحة كل القطرية، احنا نحاول نشجع الهواة يدخلون في مجالات ثقافية ترد عليهم، يعني إذا صرف شيء مبلغ الحين إن شاء الله في المستقبل ما يخسر المبلغ هذا. تستثمار في الطوابع والعملات في اللوحات الفنية تقريبا هو أحسن استثمار موجود لحد الآن اللي محافظ على نفسه. أنا أشجع الشباب القطري إنه يدخل في المجال هذا وإن شاء الله يكسب فيه على بإذن الله سنوات قدامة. شكرا لك سيد حسين رجب اسماعيل مدير الطوابع والعملات في المركز الشباب الهواء، استمتعنا بالحديث وعلى هذه المعلومات القيمة معك. شكرا ما قصرت، الله يحفظك. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، إلى أخبار من العالم وتحديدا إلى الولايات المتحدة، حيث تم الاستعانة بقطعان الماعز لمكافحة الحرائق في الغابات. على غير العادة تعمل قطعان الماعز مع فرق الإطفاء في مهمة مشتركة تهدف إلى الحد من خطر الحرائق التي تلتهم سنوياً مساحات واسعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تستعين فرق الإطفاء في الولاية بالماعز التي تقوم مهمتها على أكل العشب لتخليص الأراضي من أي نباتات قابلة للاشتعال وحماية المنازل المجاورة من خطر النيران، إضافة إلى إنشاء مناطق عازلة تتيح للإطفائيين التدخل في بيئة أكثر أماناً. القطيع المكون من حوالي 80 رأساً من الماعز تم نشره على الأراضي المحيطة بمرتفعات غليندل قرب لوس أنجلوس منذ 10 أيام، ويقوم بمهمته تحت إشراف مراقبين وإطفائيين. وتشكل الاستعانة بهذه الحيوانات المعروفة بخفتها خياراً صديقاً للبيئة، خاصة لأنه لا يسبب تآكل التربة كما يحدث عند استخدام الأدوات أو المركبات والجرافات. نعم أعزائي المشاهدين، وبذلك نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراح أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل تراحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج تراحيب الإلكتروني أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام والسناب شات، ونرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. فمان الله، مع السلامة.